ممكن شوية سؤال كليشيه، بس شو سكوب ودرية زاد على ريا وشو ريا زادت على سكوب ودرية؟ يعني الكل بيعرف انه قبل ما يكون اسمه سكوب ودرية البرنامج كان اسمه سكوب فقط وينعرض على الام بي سي 1، وبعدين لاحظنا انه انا المضمون يلي بقدمه، المقابلات يلي بعملها كثير متخصصه بالنجوم السينمائيين، فقررنا انه المحطه المناسبه له هي الام بي سي 2 لانه هي محطه افلام هوليوود بالعالم العربي، فاصبح هيك مثابه فلاج شيب موفي شو بكل انحاء الوطن العربي، وهذا زاد لي انه انا بموقع المضبوط بالنسبه لي انه انا محاوله السينما للوطن العربي، وهالشيء بيعني لي كثير. وايضا انا شو دفلي بحب هالبرنامج، بحبه من كل قلبي، يعني ما في افورت بالنسبه لي انه اشترك فيه او انتجه او كل شيء. بقى يلي ضفناه لسكوب هو الويذ رايا، يلي ما كانت فكرتي، كانت فكره الماركتينج بالام بي سي انه يزيدوا له ويذ رايا، انا كنت بدي اسميها هذا سكوب، كنت بدي اسميه سكوب اون تو لكن اصروا انه يكون سكوب ويذ رايا، وهالشيء يعني بيحطني بمواقف ظريفه لما بكون بالمطار والناس ما بيسموني ريا، بيسموني سكوب ويذ رايا هيدي بتشبه تبع سكوب ويذ رايا، بقول لهم ايه بشبهها كثير. سؤالي، شفناك بكذا كاركتر هلا، اي اكثر واحد بيشبهك؟ الكاركتر يلي بيشبهني اكثر شيء بفتكر سيريز من الكل، يعني انا شوي مثل لاتشي من فاست اند فيوريوس، شوي مثل هيك لما جن شوي مثل هارلي كوين، اكيد بطمح ان اكون بوند جيرل لما اعمل الريد كاربت ابييرنسز اند ستاف لايك ذات، وهاري بوتر از ون اوف ماي فيفرت سيريز، يعني بفتكر اخترنا هالكاركترز لانه كل واحد منهم عنده هيك جزء صغير من شخصيته.